تقام اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 البطولات التالية: الدوري الأوروبي، الدوري المصري، الدوري المغربي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أول المباريات الدوري الأوروبي، حيث تقام مباراة النهائي اليوم كالتالي: فياريال الأسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، والسابعة مساء بتوقيت المغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم بتعليق حسن العيدروس. وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية: قناة CBC سبورت HD المفتوحة. ثانيا، مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 24، وهي كالتالي: المباراة الأولى البنك الأهلي وسموحة، تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2HD. المباراة الثانية: سيراميكا وإنبي، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت HD 1. مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 20، وهي كالتالي: المباراة الأولى الوداد الرياضي والمغرب الفاسي، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية والرابعة مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق محمد العدالي. المباراة الثانية: اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة، تقام في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر والسادسة والربع بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة. المباراة الثالثة: الدفاع الحسيني الجديدي والفتح الرباطي، تقام في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة تمازغت HD بتعليق محمد فضلاوي. المباراة الرابعة: الجيش الملكي وسريع وادي زم، تقام بنفس التوقيت 10:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق هشام فرد. وفي النهاية، ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.